ايه يا اسطى مالك في ايه؟ عايزك في حاجة مهمة، عايزك في حاجة مهمة. اوعى تكون جاي تكلمني على تسويق الشبكة. شاد انا طلع عندي دادي ايشوز. دادي ايشوز ايه بس يا اسطى؟ كفالة الشر، مين اللي قال لك كده؟ انت كشفت طيب؟ لا، في كده اكونت على تويتر معرفة مشخص حالتي وقال لي انت دادي ايشوز. يا دي ام تويتر اللي جايب لك الكافية، كل يوم تيجي تقول لي عندي مرض جديد بالانجليزي. لا انا اكتشفت فعلا ان انا عندي دادي ايشوز، من ساعتها مش عارف انام والله. لا مؤاخذة يا عم احمد، يعني ايه دادي ايشوز دي اصلا؟ يعني مشاكل مع ابويا. طب يا عمي كوبايتين شاي في قعدة صفا كل المشاكل دي تتحل ان شاء الله. لا لا، بقى الموضوع من بدري، مع الوقت تحول لتروما. الساعه كام يعني؟ الساعه كام ايه يا ابني؟ بقول لك بدري، من منذ الصغر الموضوع ده تتراكم لحد ما تحول لتروما. انت عارف يعني ايه تروما اصلا؟ بصراحه لا، بس حاسس الموضوع كبير ويتعدى استخدام مضاد الحيوي. طب اسكت عشان الانكزايتي ابتدت تعلى عندي. يا ابو بول بول، عناب سخن انا بسرعه. ما تخافش يا صاحبي هتعيش. عناب ايه يا متخلف؟ ايه دخل ده بالانكزايتي؟ انا قلت يعني ساعد. يا عم ما تساعدش، اسكت خالص، مش عايز اسمع صوتك، اسمعني وانت ساكت. يا عم خلاص انا غلطان، حق عليا بسمعك ببلاش. كنت بتروح تدفع عند الدكتور 300 جنيه. طب قوم امشي بقى، انا بقيت بثق فيك ولا في الدكاتره ولا في حد خالص. خلاص يا عم انا غلطان. سك على العناب يا عم بلبل. سك على العناب يا عم، مش بثق فيك ولا في حد. حد انا جالي تراست ايشوز ولا ايه؟ عم بلبل ممكن حضن. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عالم النفس الدكتور إدوارد ترونيك أجرى تجربة معروفة باسم ذا ستيل فيس إكسبيرمنت، تجربة الوش المبلم. أمي بتقعد مع طفلها اللي عنده سنة تلعبه وتدلعه، والطفل يتجاوب معاها، يشاور لها على مكان فتتفاعل معاه، والحياة حلوة وكوتشي كوتشي كوتشي كوتشي، وحبيبي عمل الواجب ولا اتنسى، يا ماما بكرة الجمعة مفيش مدرسة، والطفل مبسوط ومتزن. وبعدها الباحث يطلب من الأم فجأة إنها تبص للطفل بوش مفيهوش مشاعر وما تتفاعلش معاه خالص. وجدوا إن الطفل بيستخدم كل قدراته عشان يستعيد أمه، يضحك لها، يعمل لها اصوات، يشاور لها مكان مشاور قبل كده، بيصرخ وبيدور على حلول. خلال دقيقتين من التجربه بيبان على الطفل غضب وحزن وقلق وفقدان التحكم من الاستريس اللي هو فيه. طفل عمره سنه ده اللي هو السن اللي معظمنا فاكر ان الطفل ما بيحتاجش فيه انه يتفاعل مع المجتمع، لكن الحقيقه يا عزيزي ان معظم جروحنا جايه من هناك. من هناك يا ابو حميد؟ لا لا، قصدي من هناك في وقت السنه دي، لاننا يا عزيزي بنتولد تحت رحمه اللي حوالينا بلا قوه ولا ذكاء ولا فايده نقدمها لهم، اعضاء هشه وقلب كبير من المشاعر الحساسه. المشاعر جزء من تكويننا، بندور على حميميه مع اهل، نحس معاهم بالامان، نشاركهم مشاعرنا ويتجاوبوا معانا بالحكي او بالنظرات او حتى بمشاركه الصمت. المهم نحس ان جوانا متشاف وبنتحب على حقيقتنا، وده ما بيحصلش الا مع اللي عايز يعرفنا مش يحكم علينا. هي تبدو يا عزيزي انها حاجه مش مهمه، بس من غيرها بنتجرح للابد. لما الاهل ما يشوفوش مشاعر طفلهم ويحصل ما يسمى بالايموشنال نيجلكت، بيحس الطفل بفراغ عاطفي وخجل انه محتاج اساسا انه يتحب ويطمن. بيبدا الطفل لما يلاقيش هذه المشاعر من اهله يسال ويدور جواه على الاجابه، ايه اللي انا بعمله غلط خلى اهلي ما بيحبونيش؟ ازاي خيبت املهم؟ يعني مثلا ممكن يكون الاب مقصر او الام مكتئبه، بس ده ما بيمنعش الطفل انه يفكر ايه الغلط اللي فيه. الحب بيبهدل عزيزي، ومفيش اصدق من حب الطفل للاهل، فيطلع الطفل باستنتاج عشان اتحب لازم ابقى حد تاني غيري، لانه واضح ان حقيقتي مش كفايه. ويبدا الطفل ينكر مشاعره وقدراته ويلعب الدور اللي هم عايزينه عشان يحس ولو بذره من الحب والاهتمام. لما الاطفال دي عزيزي بيكبروا بينسوا هذه البروسيس ويفضلوا غرقانين في فكره ان انا بقدرتش اعجب اكتر حد المفروض انه يحبني، ويكبروا وهم فاقدين الثقه في حياتهم، بيحسوا بالذنب بسبب احتياجهم، خايفين يضايقوا الناس باحتياجاتهم لانهم اتعودوا ان هم طول ما هم مخبيينها فالدنيا تمام. وعشان يرموا الطفوله الجافه دي ورا ظهرهم بينطوا لمرحله البلوغ قبل اوانها، يتجوزوا يشتغلوا او يدخلوا في علاقات، كانهم بيقولوا انا كده كده شايل نفسي فخليني بقى استفيد من الجانب الحلو للموضوع. لكن الاندفاع ده كتير من الاوقات بيخلي الامر ينتهي بيهم مع شخص غلط او شغل بيدوه اكتر ما بياخده، او يبقوا متسامحين مع استغلالهم وقابلين بالوحده في علاقتهم لان ده بقى الطبيعي بالنسبه لهم. في كتابها Adult Children of Emotionally Immature Parents بتحكي الدكتورة لينزي جيبسون قصص لكذا عميل عندها، منهم ناتالي سيدة خمسينية مستشارة في إدارة الأعمال، بتقول عنها اللي يشوف ناتالي في بدلتها وهي بتحضر اجتماعاتها ما يتوقعش إن عندها مشكلة في الإحساس بالأمان وقلق لا ينتهي من الوحدة. ناتالي كونت أسرة مع زوج وأطفال بيحبوها ومعاهم أمها المسنة. من صغرها ناتالي كانت حاسة بالمسؤولية تجاه مشاعر أمها، وبغض النظر عن اللي ناتالي كانت بتعمله عشانها عمر ما ده كان كفاية. الأطفال اللي زي ناتالي دول
بيعيشوا طفولتهم كأنهم ليتل أدلتس بالغين صغار، بيساعدوا أهلهم من غير ما يبين لهم إن في مشكلة، بيبانوا إن هم أطفال قادرين إن هم ياخدوا بالهم من نفسهم. لكن الحقيقة عزيزي إن مفيش طفل يقدر، هم بس بيتمسكوا بفوتات الاهتمام لأن ده أحسن من مفيش. نالالي حكت عن كابوس بيتكرر وبتقول بشوف إني واقع في مشكلة، بحاول أخرج منها مش عارفة، بجرب مفاتيح وطرق وأبواب لكن كل ده بدون فايدة، حواليا ناس مسؤولين مني بيتفرجوا عليا ومستنييني أصلح كل حاجة من غير ما يقدموا لي أي مساعدة، مش حاسة بأمان ولا لاقية راحة ولا حماية، لحد ما أصحى من النوم مفزوعة ونبضات قلبي بتهز جسمي. دكتور جيبسون بتقول إن حلم ناتالي بيجسد شعور الطفل اللي بيعاني من الوحدة العاطفية، ودي حاجة بيحس بيها أبناء الأهل اللي أهملوا مشاعر ولادهم، وقسمتهم بناء على الحالات اللي شافتها لأربع أنواع. النوع الاول هو الايموشنال بيرنتس او الانفعاليين، مودهم بيحرك سلوكهم، شويه يدلعوا حنان وشويه يبقوا قاسيين على حسب مزاجهم. النوع الثاني هو الدريفن بيرنتس او الاباء المندفعين، اهالي عايزين كل حاجه حواليهم بيرفكت بما فيهم الناس، بيتحكموا في حياه عيالهم بدون اي تعاطف مع مشاعرهم. ومثلت الاهل دول بقصه جون اللي اهله كانوا حاطين عليه توقعات كبيره فانشغل بالمتوقعينه وفقد الثقه في خططه، المهم هم يبقوا مبسوطين، كان بيخاف يحط لنفسه اهداف. النوع الثالث عزيزي هو الباس بيرنتس، مكبرين دماغهم وما بيدخلوش في حياه عيالهم. طبعا انت فاكر يا عزيزي ان ده تاثيره اقل، اهلي بقى طبعا سايبين العيال تروح تتفسح ويلعبوا بلاي ستيشن وقت ما يحبوا ويخشوا الكليات اللي هم عايزينها، المفروض دول يبقوا اباء حلوين وصباح الخير يا بيرنت ومساء الخير يا بيرنت وشكرا. لكن النوع ده ايضا له خطورته لانه معلش يعني بيسمح لاطراف تانية تاذي وتسيء لعياله، زي قصه مولي في الكتاب. ام مولي كانت عصبيه بتضربها وبتشتمها، وابوها كان شاري دماغه، مولي كانت بتطمن له عشان مش ممكن ياذيها مع ان المفروض ان دوره هنا يحميها. النوع الرابع يا عزيزي هو الريجكتنج بيرنتس، اللي بيخلوك تتساءل هما فعلا الناس دي كانت عايزه تبقى اباء وامهات؟ مفيش مساحه للحب ولا الحميميه، وتفاعلهم مع اولادهم مجرد اصدار اوامر، زي قصه بث اللي بتحكي ان امها عمرها ما تحمست تقضي وقت معاها، دايما مركزه انها تنتقد لبسها او وزنها، ولما كانت تكلمها على التليفون كانت الام كانها مش مستحمله تسمعها وتمرر التليفون بسرعه لحد تاني. الاربع انواع من الاهل مقصرين بشكل مختلف، وممكن يكون هناك اهالي فيهم اكتر من صفه. طب هما ليه يا ابو حميد بيعملوا كده؟ هل هما اشرار؟ هل اهلي اشرار؟ ما يمكن. دكتور جيبسون بتقول ان ده بيحصل لانهم ايموشنالي اماتيور بيرنتس. النضج الجسدي يا عزيزي سهل نعرفه ونقدر نحط توقعات صح على اساسه، ده عنده شنب ودي صوتها ابتدى يعلى وده شحط يقدر يشتغل، حكم صائب بمجرد النظر. حاسس يا ابو حميد ان انت هتطلع ايموشنلي اماتيور بيرن، في حد يقول على ابنه شحط؟ عزيزي بدلعه باثر معاه، ده قوي يقدر ينزل يشتغل، صلحتها اهو، حكم صائب بمجرد النظر. ودي يا عزيزي رفاهيه مش موجوده مع النضج العاطفي، ممكن يا عزيزي تفضل سنين في علاقه قبل ما تكتشف ان انت كل ده بتتعامل مع طفل بس كبير شويه جسديا بيعاند عشان ياخد اهتمام. الناضج عاطفيا يا عزيزي ما بيهربش من نفسه حتى لو مواجهتها صعبه، بيحاول يفهم اللي مر بيه ويدي لنفسه فرصه يحس بالمشاعر، ما بينجرهاش وده شيء صعب. المواجهه دي بيهرب منها الاشخاص الغير ناضجين عاطفيا، فما يعرفش يبقى لوحده من غير مشتتات، بيسكب المشاكل عشان ما يعرفش وسيله التاقلم معاها. لما تشتكي له بيحس انك بتهدد سلامه العاطفي، لما تقول له انا شايف ان استحق معامله احسن. الاهل الغير ناضجين عاطفيا مثلا عمرك ما هتسمعهم بيقولوا انا اسف او انا غلطت، ما بيشوفوش نفسهم وعيوبها، بيخافوا من المشاعر الصادقه واحيانا بيرفض الحميميه والقرب، لو شاف ابنه متضايق ممكن يتوتر ويزعق له بدل ما يحاول يهديه يزعق له او يخفف عنه بكلام سطحي او يتريق عليه، لان المستوى ده من المشاعر بيربكه، لانه كشخص ايموشنالي اماتيور عاش عمره بيهرب منه. النوع ده من الاهل ما بيستثمرش مجهود عشان يفهمك، لا هو متوقع منك تعيش بمعتقداته بدون ما تناقش اختياراته، واي حاجه بتعملها مش كفايه، طلعت من العشر الاوائل طب ليه مش الاول، طلعت الاول ايه ده جسمك مش راضي ليه. اما الاهل الناضجين عاطفيا بيفهموا ان المهم المجهود مش النتيجه، مش محتاج تكون اذكى او اجمل انسان عشان يفتخروا بيك، لانهم اتعلموا يتحكموا في مشاعرهم بدل ما هي اللي تتحكم فيهم، وده محتاج يكون الاهل عارفين نفسهم وما يخافوش منها وعندهم اهتمام صادق عشان يتواصلوا على المستوى ده من المشاعر، فدول يعتمد عليهم عاطفيا. في تجربه سنه 65 الباحثين جابوا اطفال متربيين في ظروف ايجابيه من اعمار مختلفه وحطوا قدامهم مكعبات، فلقوا الاطفال بيلعبوا بالمكعبات ماسكينهم بايديهم الاثنين ومركزين معاه، طبيعي اطفالهم بتلعب، وقاموا جايبين اطفال مهملين من اهاليهم وعاشوا في مؤسسات بتلبي احتياجات الاكل والشرب والسكن بس من غير اهل يحبوهم ويطمنوهم، وجدوا ان الاطفال دول مش مركزين في اللعب ومركزين مع الباحثين اللي مسؤولين عن الدراسه، مش واثقين في المكعبات ولا مطمنين للي حواليهم، وبعد شويه بينكمشوا على نفسهم يهدوها بانهم يبصوا صوابعهم. طب يا محمد المشاعر دي يقدروا يتحرروا منها؟ في حالة انك كنت واحد من الاطفال اللي ما حازوش على تربية مثالية، فدكتور جيبسون بعد سنوات من ممارسة العلاج النفسي حطت لك منهج للتعافي من جروح الطفولة، الهدف منه اننا نرجع لطبيعتنا ونكون صادقين في اختياراتنا، نسيب مشاعرنا وافكارنا تتدفق من غير خوف او كسوف. الخطوة الاولى انك تشوف الامور على حقيقتها، تدرك ان تعامل الاهل
ما كانش مثال وفي اخطاء حصلت احيانا يا عزيزي. ده لم يكن اغلب الاحيان ما بنقدرش نبص على اهالينا بشكل موضوعي، بنحس اننا بنخونهم، لكن احنا هنا هدفنا مش انتقادهم ولا حتى تحملهم المسؤوليه، لكن الهدف تشوفهم بشكل موضوعي عشان نفهم دورهم في قصتنا، لان تاثيرهم كان كبير. واهلك بشر مش معصومين من الخطأ، رؤيتهم بموضوعية مش هيزيهم، بس هيساعدنا نفهم اللي مرينا بيه. تاني خطوة نمبر 2، تخلى عن التوقعات. واحنا عيال شفنا اهالينا اقوى ناس في العالم يقدروا يعملوا اي حاجة، لما كبرنا لقينا ده اقل شوية، لكن لسه مقتنعين انهم لو عايزين يحبونا ويتعاطفوا معانا هيقدروا. فدكتور جيبسون بتقول تخلى عن السيناريو اللي في دماغك، ذا فانتسي ذات ابيرنت ويل تشين. السيناريو ايه ده يا ابو حميد؟ وهم ان الاهل هيتغيروا. هي شايفه ان معظم الاطفال دول بعد ما بيكبروا بيفضلوا مؤمنين بشكل لا واعي ان قلب اهلهم هيجي عليه يوم ويتغير، هيحبوهم ويوفوا بدورهم في علاجهم، فيفضلوا مكملين في ارضائهم. لو اتخرجت هيحبوني، لو اتجوزت هيقدروني، لو بقيت الشخص اللي ابويا كان عايزني ابقاه كل حاجه هتتحل. وبدل ما الشخص ده يبقى على طبيعته يفضل عايش في دور زائف واللي مستنيه ما بيجيش. عشان كده دكتوره جيبسون حطت مفتاح مهم جدا للتعافي، ستيبنج اوت اوف ان اولد رول سيلف. اطلع بره القالب بتاعك القديم، زود وعيك بنفسك وتساءل ايه اللي بعمله عشان دي افكاري ومشاعري واحتياجاتي انا، وايه اللي بعمله عشان اللي حواليا قابلوه عليا. الاهل احيانا بيقرروا لاطفالهم شخصيات لسه ما اتحسمتش. خالد ده مؤدب وكل حاجه بيعملها مثاليه، لكن علي ده العفيف بتاع البيت، ده عاوز دايما حد ياخد باله منه. ممكن ام تزرع في ابنها احتياجه ليها عشان بتحب احساس ان حد محتاجها، او اب بيقلل من ابنه عشان يحس بالقوه، انا اللي بصلح وراك غلطاتك. بعد ما تدرك ده هتعرف انك مش مضطر انك تقوم بالدور اللي اهلك قرروه لك. دكتور بوين المعالج النفسي بيقول دي خطوه ممكن الاهل يعقدوها عليك، لو تجاوزتها هيبتدوا يندمجوا معاك في اهدافك، لكن خلي بالك الطفل اللي جواك ممكن يستعيد امل انهم هيتغيروا ويقدموا لك اللي نفسك فيه. وفي التعامل مع الاهل اللي بينطبق عليهم مواصفات عدم النضج العاطفي، حطت جيبسون مفتاحين مهمين. الاول هو الديتاتشد اوبزرفيشن، يعني شغل دماغك مش قلبك، يعني شغل ده مش ده، التفكير مش الاحساس. اقف بعيد زيك زي باقي العالم، شارك حياتهم وحاول ما تحسش بحاجه. مهمتك على حسب كلامهم ان انت تنفصل عاطفيا، لو لقيت نفسك بتتفاعل بمشاعرك قول لنفسك افصل، اوصف تصرفاتهم لنفسك. مثلا ابويا متعصب بيخرج طاقته مش شايف مشاعري، خالتي بتخرج حزنها في صورة غضب. لما تلاقي وصف تقدر تصيغه في كلام، عقلك هيوجه الطاقة دي بعيدا عن التفاعل العاطفي وحافظ على مسافة، لان كده كده الحميمية والتواصل الحقيقي مش موجودين. دكتور موراي بوين احد اهم المعالجين الاسريين بيقول ان الاسر اللي زي دي لما حد يكون عنده مشكلة مع التاني اللي اسهل له انه يتكلم عليها مع حد تالت بدل ما يروح له هو على طول، وبيسمي هذا التصرف بالصبغ اللي بيحافظ على تماسك العيلة. المفتاح التاني هو الماتيوريتي اويرنس، الوعي بنضج الاشخاص عاطفيا. قبل ما تحرق بنزين مع حد شوف مستوى نضجه العاطفي، وقتها تصرفاته قدامك هتبقى منطقيه. لو انا قدامي شخص يبدو ان هو مش قادر يفهم مشاعره ايا كان اللي هقوله له مش هيفهمه، وهنا تتكلم معاه بطريقه من ثلاثه. الاولى expressing and letting go، تقول اللي عندك بهدوء من غير هجوم من غير ما تستنى نتيجه او تغيير، انت بس قلته عشان هيساعدك، ودي يا عزيزي ما انصحكش بيها لانك هتقع يا في فخ التوقعات يا اما التجاوز. الطريقه الثانيه هي focusing on the outcome not the relationship، ان انت تركز على النتيجه مش العلاقه. شوف عايز ايه من كلامك، عايزهم يتغيروا يفهموك يعتذروا لك، لو هي الاسباب فحب اقول لك شوف لك هدف تاني، هدف يتحقق. مش من حقك تغير شخص ولا تجبره يتعاطف من يوم وليله وتخليه حد تاني مش هو. عايز اقول لابويا يكلم ولادي كويس او نوصل لحل وسط في الموضوع الفلاني، وهنا تركز على نتيجه على نقطه النهايه مش علاقتكم، لانك لو ركزت على العلاقه وقلت انت ازاي مش حاسس بيا وليه بتفاصل في حقوقي المحادثه هتنتهي وانت في اسوء حاله. الطريقه الثالثه هي مانجينج نوت انجيجينج، كل ما المحادثه تحيد عن هدفها رجعها للمكان اللي انت عايزه، وهدي من محاولات الابتزاز العاطفي او تغيير الموضوع. بس ده برده يا ابو حميد ذوق وبرود، معقوله يعني اروح اتعامل كده مع ابويا وامي؟ هو انا تنسيه جايب عقوق عين شمس؟ عزيزي اهدى، لو كل حاجه مشيت كويس فانت مش مضطر تعمل حاجه من دي، لان انت مش قليل ذوق، انت بتركز على اللي يساعدك تحافظ على توازنك وبتمنع نفسك تنجرف تجاه دوامه من ردود الفعل اللي ممكن تخلي كل حاجه اسوء. كانوا كويسين معايا ودفعوا لي مصاريف مدرستي، ما ينفعش اشوفهم بالشكل ده. عزيزي الافكار لوحدها ما تقدرش تاذيهم، مفيش صح وغلط في الافكار، انت مش غلطان بانك تكون صادق مع نفسك، ومش خيانه ان يكون ليك راي، المهم الافكار دي ما تترجمش لتجاوز. دكتور جيبسون بتقول الأمر المدهش إن الأشخاص اللي تخلوا عن الدور اللي كانوا بيتبنوه عشان يرضوا أهاليهم قدروا يتواصلوا مع أهلهم بشكل فيه صدق أكبر من غير ما يحتاجوا إنهم يغيروه. النقطة اللي بعد كده وهي أهمهم، أهلك يا عزيزي مالهمش دور في تعافيك من أثر تربيتهم، حتى لو كانوا هم السبب. ليك حق تزعل على اللي فاتك وتتعاطف مع نفسك، لكن شخصيتك هي مسؤوليتك أنت وبس. الشكل ده من التربية ممكن يوصل للابن إحساس بالعجز، إنه ضحية وتحت رحمة حد أقوى، مش راضي يديه اللي محتاجه، بيمليه إنه ما يعرفش يتصرف، فبيستنى حد ياخد له قراراته. لكن علاج إحساس العجز ده عزيزي انك تتحمل مسؤوليتك.
طبعا هتقول لي بعديها يا ابو حميد اللي حصل حصل خلاص. عزيزي في تجربه شهيره عملها الباحثين على توأم متطابق، انفصلوا بعد الولاده وتربوا في اسر مختلفه. العلماء وجدوا ان هم متشابهين بنسبه 45% في شخصياتهم، وال55% اختلاف بيعتمدوا على بيئتهم وتجاربهم وقصه حياتهم. المذهل هنا ان برضو التوأم اللي تربوا تحت سقف واحد مع نفس الام والاب كان 45% من شخصياتهم متشابه عشان نفس الجينات، ومختلفين برضو بنسبه 55%. طب يعني ايه اهلنا ما لهمش تاثير؟ يعني اللي فات ده كان اي كلام؟ انت بتضحك عليا يا ابو حميد وبتسع بقى الحلقه كلها. عزيزي مش انا اللي بضحك، انا دكتور جيبسون، انا ماليش دعوه. انا عزيزي بعتبر نفسي ميكروباص معرفه، انقل المعرفه. انا اقول لك يا عزيزي، تاثير التربيه كله بيندرج تحت 55% من شخصيات اللي بتحددهم بيئتنا. مثلا ابحاث كتير بتشير ان اصحاب الطفوله ليهم تاثير اكبر من اهالينا على احترامنا لذاتنا واحنا هنبقى مين في النهايه. بمعنى اخر، لو اهل سيئين في بيئه كويسه احسن من اهل كويسين في بيئه سيئه. شوف اهلك جزء من بيئتك مش اصحاب القرار لحياتك او شخصيتك. تحملهم المسؤوليه ما هو الا عوده لعقليه الطفل. طول ما انا هقول هم المذنبين اتفضلوا بقى حلولي مشاكلي، انا كده طفل، انا كده لسه ما نضجتش. انت لست مسؤوليه حد غيرك. ولما الابن بيكبر ويتخلى عن وجهه نظره كطفل بيشوف الحياه من وجهه نظر الكبار، ولما يبقى اب بيشوف الحياه من وجهه نظر ابوه هو. مش معناه انه يشوف الغلط اللي عملوه صح، لكنه بيفهم السياق اللي نشات فيه هذه التصرفات، بيدرك قد ايه توفير بيئه مثاليه للطفل في عالم غير مثالي امر مستحيل، وان مفيش حد كبر في ظروف مثاليه، وان الدلع زيه زي الاهمال ممكن ياذي. مصير شخصيتك مش بيحدده الاهل، الاهل جزء من المعادله بس النضج الحقيقي ان انت تعترف ان مهما كان مصدر مشاكلك فهي مشاكلك، مسؤوليتك انت. الحياه مش عادله؟ تمام اوكي، احيانا بنبقى مطلوب مننا نتحمل مسؤوليات ما طلبناهاش ونصلح اللي ما بوظناهوش، بس هي دي الحياه. الخوف من المسؤوليه ممكن يوقعنا في عقليه الضحيه اللي بتخليك ترمي مسؤوليه ظروفك على حد تاني، شايل من الناس اللي حواليك ومثبت واسير للمظالم القديمه، بتستمتع باحساسهم بالذنب على اخطائهم. طب انت فين؟ دي من اسوء العقليات اللي ممكن تتبناها، لانها بتوقف حياتك وبتاذي اللي حواليك. مفيش شيء اسوء من تبرير اذاك للاخرين بانك ضحيه. كلنا ضحايا، كلنا واقعين في حفر بنحاول نخرج منها. النضج اننا نعرف ان اهالينا ما حفروش الحفره اللي احنا فيها، وان الجاني كان في وقت ما ضحيه، والمهمل كان في وقت ما مهمل، والقلب اللي بيجرحنا في حاجه اكيد جرحاه، هم السبب او لا ده مهم عشان نفهم، ولكن مش مهم عشان نصلح، لانها دايما في الاخر يا عزيزي مسؤوليتك انت. فلو كانت حفرتك اعمق من حفرتنا ابدا يلا حاول تطلع منها دلوقتي، واطلب المساعده من اللي يقدر يساعد. مجموعه من الباحثين اتفقوا مع ستات حوامل من مدينه بريطانيه يعملوا دراسات على اطفالهم، حوالي 15000 طفل كانوا بيقيسوا اهتمام الاهل باطفالهم بكام سؤال من نوعيه كم مره بيسالوك يومك عامل ايه في المدرسه والاسئله العاديه اللي المفروض الاهل بيسالوها لعيالهم. ولما الاطفال وصلوا لسن 18 سنه يسالوهم الباحثين عن مشاعرهم وعن اي اعراض للاكتئاب او فقدان التركيز، والنتيجه زي ما توقعت يا عزيزي ان مع الاهمال العاطفي في الطفوله اعراض الاكتئاب كانت بتزيد في مرحله الشباب. لكن الدراسه وجدت عنصر فارق في تقليل الاكتئاب وهو دعم الصحاب. العلاقات الجديده في غايه الاهميه، خصوصا لو بتتعافى من اثار علاقات قديمه. لكن يا عزيزي لما تختار اشخاص لعلاقات طويله حاول انهم يكونوا الاشخاص الصح، مفيش حد مثالي، لكن على الاقل ما تبقاش علاقات بتستنزفك، ناس شايفين ان هم والناس مش معصومين بس بيحاولوا دايما يكونوا احسن، ناس عايشين الواقع زي ما هو مش مستنيين واقع بشطهم، بيحسوا ويفكروا في نفس الوقت، بيشوفوا المشاكل زي ما هي ما بيأفوروش في ردود الفعل، وبيفكروا ازاي فعلا يحلوها. ولو الوضع فعلا ما بيتغيرش بيدوروا على افضل استفاده منه، حل المشاكل معاهم سهل. وفي النهايه يا عزيزي العلاقات عامله زي البيت، قايم على قواعد من الاحترام باستقلالك وفرديتك. البيت المريح مش البيت اللي حيطانه مزخرفه، البيت المريح هو اللي ما بتحتاجش تفكر وانت فيه في الاساسات بتاعته. ويعني يا عزيزي لو هناك جيبسون بورد وليزي بوي و55 بوصه تلفزيون بساوند سيستم عالي الجوده هيبقى البيت مريح. ودي دعوه يعني لو حد عايز يساعدني اخرج بره حفرتي يريحني يعني. بس كده يا عزيزي اخيرا وليس اخيرا، بس تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تبص على مصادر، احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. بس كده يا عزيزي، ده زي ما تقول كده تلخيص لكتاب Adult Children of Emotionally Immature Parents. بنتمنى يعني ان كل اهالي يبقوا كويسين وسعداء، ويعني الاطفال والابناء يبقوا مبسوطين وسعداء. وبس لو احتجت حاجه عزيزي ارجع للكتاب او لمعالج نفسي مختص مش لابو حميد. ابو حميد ناقل، انا عزيزي اوبر المعرفه. الاول كنت ميكروباص ايام الكحرته، والان اصبحت اوبر. يا رب بقى ابقى ان شاء الله عزيزي باذن الله مع التطور يعني ابقى ليموزين المعرفه.